السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير يا ربي. هذا فيديو جديد على القناة. هنا جوج ترموسات ب 99 درهم، وهادو كذلك ترموسات اينوكس جوج ب 99 درهم، وهذا الموديل هذا اخر ديال اينوكس حتى هو كذلك بجوج ب 99 درهم، وهادي ديال الجرانيت جوج ب 130 درهم. وهذا الموديل اخر حتى هو جوج ترموسات ب 99 درهم، هادو حتى هما بريستيج جوج ب 99 درهم. وهذا الموديل هذا الرائع الغزال كما كتشوفوه معايا جوج ب 140 درهم. وهاد الكغافة هذا ب40 درهم. وهاد المقلة هادي بالغطاء ديالها ديال الزاج كيما كتشوفوه معايا ب99 درهم. هانتوما هنايا خمسة الكاسرونات هنايا 199 درهم. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر لهنا السلعه اللي كاينه هنا عند اواني شعيب. فانا نحط لكم العنوان ديالو في اخر الفيديو، نحط لكم العناوين ديال جميع المحلات اللي عنده في اخر الفيديو. وهاد الكاسرونات هادو خمسة ديال كاسرونات جرانيت 299 درهم. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا البنات بالضغط على زر اعجاب. فهنا المحل ديال اواني شعيب، كما كتشوفوا معايا كاينين هنا كيسان، كاين كيسان ديال الماء، كاين البلاندر، كاين صراحه كاين هنا كاع الاواني اللي تقدر تحتاجهم في رمضان كاينين هنايا عنده. هادو ديال الدجاج ثلاثه طبقات 170 درهم. وهذا الموديل هذا ديال اينوكس كما كتشوفوه معايا اربعه القراعي ب 99 درهم. فانا كنحاول انا نقربكم على الثمن اللي عنده في المحل بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش الوقت باش يمشيو ويشوفوا. فهنا هذا الفيديو هذا كيقربكم اكثر الاواني اللي عنده اللي عند اواني شعيب اللي عنده في المحل. هنا القريعه ديال الكرانيت 4 99 درهم حتى هما. كاين اللي كيبغيو بحال هكا يدير فيهم الزعتر بالنسبه لهنا في رمضان كنحتاجهم صراحه. شوفوا معايا هنايا السلعه اللي عنده، شوفوا الاواني اللي عنده، شوفوا هنايا في الفيديو هنا كيقربكم اكثر الاواني اللي عند اواني شعيب. هكا تعرفوا البرومو اللي عنده في هاد الايام هادي. فكنتمنى يعجبكم الفيديو يا ربي، فما تبخلوش عليا، ديري لايك اصاحبتي، ديري لايك. انا البلاندر اينوكس 199 درهم كرافت. هنا كما كتشوفوا معايا الكاس ديالها اينوكس. وهذه حتى هي 199 درهم كما كتشوفوا معايا، فهي كذلك الكاس بالكاس ديالها اينوكس. وهذه الماركه ايليت 99 درهم بالكاس ديال العطريه اكيد. وهذه الماركه هذه 99 درهم تيكنو كويك.
وهادي كاينه جوج طروب 140 درهم وكاينه ثلاثه طروب 160 درهم فيها سبعه الماس. وهاد الكروسه هذه كما كتشوفوها معايا فهي 99 درهم. فهنا الفيديو هنايا كيقربكم اكثر كيفاش داير الكروسه. شوفوا معايا الكروسه تقدر تلعب بها الدروج. ها انتما شفتوها كيف دايره. ها هي كان عنده في الالوان. شوفوا معايا اللوينات اللي عنده. شوفوا معايا هنا الكيسان تاعته عنده بالانواع والاشكال بالنسبه للسيدات اللي كيخصهم الكيسان ديال اتاي. صراحه كاينين عنده زوينين. عنده كيسان ديال المهنه كيسان ديال العصير. هذا الكيسان هادو جوج باكيات ب 25 درهم. وهاد هاد الكيسان هادو ب 20 درهم عفوا ب 20 درهم يعني ديال الماء ديال العصير. هادو ب 20 درهم. والكيسان تاع اتاي ب 70 درهم. هادو كما كتشوفوهم معايا هنايا كيحاول يقرب لكم الكيسان كيفاش دايرين كيفاش دايرين الشكل ديالهم. هادو ب20 درهم الباكيه. شوفوا معايا الكيسان كيف دايرين. فاحنا العيالات كنحتاجو بزاف كيسان في رمضان كما كتشوفوا كيسان بالنسبه للماء العصير. شوفوا معايا هنايا عنده حتى البراد ديال اتاي يعني راه موجودين عنده بالنسبه للسيدات اللي محتاجين البراد بهذا الشكل هذا راه بالشوشه. وهاد الكاس هذا كما كتشوفوه معايا ب 35 درهم. هو ستة الكيسان الباكيه ب 35 درهم. وهاد الكاس هذا ب 30 درهم. شوفوا معايا هنا ها هو الكاس هذا. فهنا كنحاول انا نقرب لكم الفيديو اكثر باش تشوفوا الكاس كيف داير. هذا ب 30 درهم. هاد الهجوار هذا ب 99 درهم. وهاد الطرب هذا بالسيبوره ديالو جيرمان لاب ب 99 درهم حتى هو. فكنتمنى البنات عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب والاشتراك في القناه.
فكنتمنى البنات عجبكم الفيديو، فإلا عجبكم الفيديو وعجبكم بحال هذا الشكل تاع الفيديوهات فشجعوني بلي لايكات وخليوا لي لي كومونتير.